مشاهدينا، ما زلنا نتابع معكم في هذه التغطية الحية والمستمرة فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة. والآن يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع دكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. برحب بحضرتك سيادة الوزير. أهلا بيكي وأشكرك للمتابعة، وبعتذر أن أنا تأخرت عليكم قبل كده، معلش. يعني سيادة الوزير، ونحن الآن في ثاني أيام المؤتمر الوطني للشباب واليوم الأخير، كيف تابعت فعاليات المؤتمر، الأفكار اللي تقدم بها الشباب في مختلف الجلسات؟ أولا بشكركم جدا على المتابعة، ومحتاجين متابعة أكتر في كافة المجالات، ولكن اهتمام سيادة الرئيس بالشباب، والنهارده زي ما حضرتك قلتي المؤتمر الدولي للشباب في الدورة الرابعة بتاعه، انا اعتقد هناك نضج اكبر بكتير من لو جينا نبص على شرم الشيخ او الاسماعيليه او اسوان، والنهارده في كذا هناك نضج وكذلك تاثير اكبر من المواضيع المطروحه وصراحه وشفافيه اكثر. وبالتالي لو جينا نبص على الجلسه الاولى الافتتاحيه اللي هي كانت بتتكلم على استراتيجيه مصر 2030 ومدى الوضوح الذي تم اعطاء الاستراتيجية به وتفاعل الأسئلة معاه، كانت واضحة جدا بحيث الجميع يريد أن يعرف والجميع يريد أن يشارك. فدي يمكن المشاركة كانت هي السمة الغالبة في هذا المؤتمر. يحضرني كذلك أن أنا حضرت أمس برضو جلسة عن محاكاة الدولة المصرية، فكان مجموعة من الشباب بتمثل الحكومة من رئيس وزراء ووزراء معاه، ومجموعة أخرى من الشباب تمثل البرلمان. رئيس الحكومة عرض الملامح الرئيسية للبرنامج بتاعه في كافة المجالات، زراعة، صناعة، تجارة، طيران، في كافة المجالات، يعني برنامج متكامل. وكل وزير قدم المحور بتاعه، ثم قام الفريق الآخر وهم البرلمان وكان لهم نقاط حقيقية. ودايما البرلمان بيبص للحكومة، طب ايه نتائج البرامج اللي انت بتعمليها، ايه التكلفة اللي هتتعمل، ايه العائد. فكان الموضوعية في النقاش كانت بدرجة عالية جدا، ولذلك انا ممكن حضرت معاهم، وكان تعليقي ان الحق يقال كثير من الافكار اللي قالوها كانت جيدة، وخاصة الأفكار اللي قالها وزير الطيران في السماوات المفتوحة والتوازن ما بين الشركات بعضها وبعض، من دول بعضها وبعض، الأفكار اللي قالها وزير الزراعة في كيفية الحفاظ على إنتاجية الفدان في مصر نتيجة تشرذم الحيازات في مصر، فعرض أن تقام شركات ما بين الملاك بعضهم بعض بحيث أن يوفر في التكاليف ويزيد من العائد إنتاج ويقدر يحسن جودة المحاصيل. كثير من الأفكار كانت جيدة. النهاردة كان في الجلسة الافتتاحية الأولى، وكان من أهم الجلسات كما علق فخامة الرئيس على ذلك، وقال تمنى أنها تتقال مرة واثنين وثلاثة، وهي الإصلاح الاقتصادي وحزمة البرامج الاجتماعية التي تمت في المرحلة الأخيرة. وكنت أنا موجود في هذه الجلسة، وكان معنا مجموعة من الوزراء، والجميع تكلم، وكان الهدف عشان المواطن المصري يبقى معانا، هل كان من الممكن أن نرجئ هذه الإصلاحات؟ فطبعا تاريخيا وشفنا من أيام عاطف صدقي إلى كافة الأزمات اللي مرينا بيها، إن لم يتم أخذ إصلاحات جريئة في وقت مناسب وباستمرارية معينة، لن نقيم دعائم الكيان الاقتصادي المصري اللي احنا كلنا مؤمنين إن متنوع، مصادره كتيرة جدا، موقعه الجغرافي متميز، قدرتنا من الناحية البشرية متميزة، قدرتنا من الناحية السياحية متميزة، قدرتنا من إنتاجنا يستطيع إن احنا نزيد ونضاعف هذا الإنتاج. إذن بالبلدي كده كل الملامح بتقول طب إنما نفضل بقى ندعم في الدولار ونقول لا الدولار ما يغلاش قصاد الجنيه، ولا الجنيه ما يضعفش قصاد الدولار، ونفضل نستلف وناخد نشتغل بالعجزة، كان هناك وقفة. لابد من ان احنا نشتغل على اسس اقتصادية سليمة، وكان اهمها تحرير العملة، رفع الدعم عن الطاقة، وانا عارف ان الطاقة اثرت على بعض الفئات الاكثر احتياجا، كان على الحكومة وبدعم من فخامة الرئيس ان احنا زودنا
الدعم على البطاقة 50 جنيه بدل 21 جنيه، حافظنا على سعر الرغيف 5 قروش بدل مع ارتفاع سعر القمح وارتفاع أجرة الخبز وارتفاع أجرة الطحنة، ومع ذلك ده كله فروقات. وصلنا لدعم في بطاقة التموين والعيش أكتر من 85 مليار جنيه. أنا لما كنت في 2006 كانوا 18 مليار وستة عبارة عن 24 مليار جنيه، هيقولوا لي نزلت النص، لا ده احنا وصلنا أكتر من 3 أضعاف. وبالتالي أنا حبيت أقول النهاردة إن الخمسين جنيه النهاردة بتجيب له سلع بأسعار النهاردة أكتر ما كان بياخد كيلو سكر. زمان كان بياخد إيه؟ كيلو سكر ونص إزازة زيت وكيلو رز وخمسين جرام شاي. لما حسبت ده يطلعوا حوالي 30 جنيه بسعر النهاردة، هو مع 50 جنيه إذن هناك إضافة أكتر. إذن كل اللي كان التوجه إن المواطن البسيط بيسأل سؤال، طب أنا صلحت الدنيا وعملته بس أنا طلع عيني العملية مش لو حساب مؤقت في لحظة، إحنا كده بنظلم بلدنا وبنظلم أولادنا وبنظلم أحفادنا. فكان من المهم إن يبقى الرسالة واضحة، بدون الإصلاح الاقتصادي لن يكون هناك تنمية ونمو، ولا بد أن نحافظ على التنمية والنمو المستدام حتى يمكن نوفي احتياجات التعليم، نوفي احتياجات الصحة، نوفي احتياجات الطرق، نوفي احتياجات خلق فرص عمل جديدة. فأنا سعيد بالمؤتمر وسعيد بيكو ومتفائل، وإن شاء الله بكرة أحسن. سيادة الوزير، يعني حضرتك تحدثت يمكن عن منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويمكن جزء من الحوار في الجلسات كان حول منظومة الدعم وتطوير منظومة الدعم، فموقف منظومة الدعم خاصة واحنا نتحدث عن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030. لازم أدخل دلوقتي نمرة واحد، انتهينا من قبول بيانات المواطنين لتحديث البيانات، سيتم الانتهاء خلال آخر هذا الشهر بحيث يتم مراجعة كافة البيانات نديد في آخر بعد 15 في جوابات بتوصل. فوزارة الانتاج الحربي اللي بتساعدنا في إدخال البيانات طلبت 10 أيام، يعني على بكرة يكونوا خلصوا وهاخد تمام منهم، ثم نراجع ذلك مع قاعدة بيانات الرقم القومي للانتهاء منها. فدي كانت خطوة مهمة جدا. نمرة 2، هيبقى في تكامل ما بين هذه قاعدة البيانات والقواعد الأخرى حتى يمكن تحديد الفئات الأكثر احتياجا ومين يحتاج إيه. الموقف اللي احنا موجودين فيه هنفضل مستمرين بقاعدة البيانات اللي موجودة دلوقتي بكل المستفيدين ولن يضار أحد، ولكن في نفس الوقت هيتكون عمل دراسة علمية حقيقية بمن يستحق ماذا. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، رفع في منظومة الخبز بحيث ان احنا تم الاتفاق مع المخابز والمطاحن ان المطحن يدفع ثمن القمح اللي استلمه، وبالتالي المخبز يستلم الدقيق بثمنه، وبالتالي نحافظ على عدم تسرب الدقيق او القمح وابقاء سعر الرغيف على 5 قروش. ولما حضرتك بتاخدي العيش بتاعك بيتحول فورا اجرة الخبز للخباز وبيتحول ثمن الدقيق للمطحن، اذا الدايرة تبقى مغلقة ومن ثم نحافظ على ذلك. ففي تطوير حقيقي في منظومة الدعم بالإضافة إلى الربط مع قواعد البيانات حتى يمكن عمل قاعدة حقيقية متكاملة ما بين كل المستفيدين سواء في الضمان الاجتماعي أو الكهرباء أو التموين أو أيا كان الدعم، وبالتالي يبقى عندنا نقدر نحلل مجتمعنا ونقدر نقول من يستحق ماذا ونحن قادرون على أن احنا نوصل له هذا الحق. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان هذا لقائنا مع دكتور علي مصلح وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار متابعتنا لفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية. أشكركم.